بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 59 بعد 100. والعلماء يقول يحرم كتابة القرآن بحيث يهان، ولكن من فيه جرح أو يحتاج إلى رقية إنه يقرأ وينكف على الرقية الشرعية. يقول الله خيرا فضيلة الشيخ، الأخت السائلة التي رمزت اسمها بألف ألف تقول بأنها حلفت إذا رزقها الله شيء بأن تعطي 5 نساء من الحارة على 200 ريال، وبعد أن تحقق لها هذا تقول جاء المبلغ وحول أنت نعطي هذه النساء 200 ريال، ماذا عليها الآن؟ حلفت أو نظرت؟ حلفت. إلا أن تعطي النساء التي حلفت لهن، وإلا أن تكفل كفارة يمين وتخير بين ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه أم الوليد تقول فضيلة الشيخ، أود أن أسأل عن فتوى فتاة تبلغ من العمر 27، وتقدم لخطبتها شخص وسألنا عنه فقالوا إنه يصلي في البيت ولكننا لا نراه في المسجد، هل تقول إنه نعطيه ونزوجه هذه الفتاة؟ لا، إذا لم يترك الصلاة عن جماعة ولا يجر المسجد فإنه لا ينبغي أن يزوج من المسلمة الملتزمة، لأن هذا لا يرضى في دينه وأمانته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يزوجه، والذي يترك صلاة الجماعة متعمدا هذا تارك لواجب وتارك لواجب من الواجبات، وتارك الواجب يأثم، فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. التخلف عن الجماعة من غير عذر أدعو النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق، فقال أفعل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون فيهما لا توهما ولا حبوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقال في الصف، ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فالواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة مع الجماعة، إذا كان يترك الجماعة متعمدا أنه لا يزوج من المسلمة الملتزمة، لأن يؤثر عليها تساهلا في أمر دينها أو يؤثر على أولادها وذريتها. نعم. أحسن الله إليكم. وننتقل إلى رسالة أخرى بعث بها السائل محمد، يقول بأنه شاب يبلغ من العمر 25، يقول علمت من والدتي بأنني قد رضعت من جارتنا في طفولتي، وتقدر والدتي عدد الرضعات التي رضعتها بحوالي 5 رضعات متتاليات، علما بأن جارتنا قد انتقلت من قريتنا إلى قرية أخرى، وأنا أعرف العنوان جيد. السؤال فضيلة الشيخ، هل هذه المرأة التي قامت بإلغاء الحقوق علي مثل حقوق والدتي، وهل يجوز أن أراها بصفتي محرم لها؟ إن الحقوق لا يجوز لها حقوق علي لأنها ليست والدة من النسب، إن الحقوق للوالدة من النسب، لكن المحامين إذا ثبت الرضاع وأنه 5 رضعات في حولهم فإنك تكون محرما لها. إذا وصلتها من باب الإحسان من باب رد المعروف هذا شيء طيب، أن الوجوب فلا يجب لها عليك شيء. السائلة راء جيم من الرياض تقول بأنها تعمل برياض المملكة العربية السعودية، والأم مريضة بشكل نصفي لا تستطيع المشي، وكذلك مريضة بمرض البول السكري ولا تستطيع التحكم في البول، وأريد أن أرسل لها لتأتي بعمرة هي وأخي الذي يقوم برعايتها، فهل يجوز يا شيخ أن نرتب لها قسطرة بول قبل الوصول إلى مكة، وهل يجوز أن تطوف وتصلي في الحرم بالقسطرة مع العلم بأنه مرتق في نهاية القسطرة كيس مخصوص بتحكم البول وتجمعه ويمنع من التسرب، علما بأنني قد أديت عنها عمرة قبل ذلك لي، وقمت مرة أخرى بعمرة لها لما رجعت إلى مصر أبلغتها بذلك
وذكرت لها بأنني قمت بنيابة عنها بعمرة، ولكنها مشتاقة للكعبة ولأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما زالت أنها قد أدت حجة الإسلام وعمرة الإسلام، فالأولى بها أن تكتفي بذلك لأنها ذات حدث دائم ويشق عليها السفر والمجيء إلى مكة وإلى المدينة، يشق عليها ذلك مع ما يصاحبها من استمرار الحدث وضعف الجسم، فالأولى لها أن تبقى ويكتب لها الأجر إن شاء الله لصلاح نيتها وحبها للعمل الصالح. أحسن الله إليكم. السائل عبد الله إبراهيم يقول: إذا توفي الشخص عن 40 نساء، إحدى هذه النساء مريضة، كيف تكون العدة والحداد لهؤلاء النساء؟ نعم، إذا توفي عن زوجات فإنهن يتربصن 4 أشهر 10 أيام، قوله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. ويلزمن الإحداد هو تجنب الزينة وتجنب الطيب، تجنب الخروج إلى البيت مدة الإحداد. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الله ألف الخرمة يقول: فضيلة الشيخ سلمه الله، ما هي كتب الفقه المعتبرة التي يرجع إليها طالب العلم الشرعي؟ وما معنى القاعدة الفقهية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ نعم، الكتب كثيرة ولكن الشأن في من يشرح الكتب ويدرسها للطلاب، هذا المهم. المهم وجود المدرس العالم الذي يشرح هذه الكتب، وطالب العلم المبتدئ يبدأ من المختصرات، يبدأ من الكتب المختصرة مثل آداب المشي إلى الصلاة، مثل متن الدليل وعمدة الدليل وشيء ومتن الزاد، ويتدرج مع المختصرات ولا يأخذ المطولات، ولكن لا بد من حضوره عند عالم من العلماء يشرح له ويبين له. الإدارة الفقهية قبيلة الشيخ درء المفاسد يقول: مقدم على جلب المصالح، القاعدة من قواعد الفقه أنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذلك كقوله تعالى: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مسبة الأصنام واجبة لأنها، لكن إذا ترتب عليها أن أصحابها يسبون الله من باب ردة الفعل فإنهم يترك سب الأصنام تنزيها لله سبحانه وتعالى عن السب، فسبها مصلحة ولكن سبهم لله مفسدة، فتدرى النفس مفسدة أكبر، فتدرى المفسدة بترك المصلحة إلى حين إلى أن يتيسر جهادهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل الذي رمز باسمه ألف جيم عين الرياض يقول: هل يجوز هذا البيع؟ مثلا عندي قطعة فضة أعطيها للسائق وآخذ ذهب وأدفع الفرق. يعني إذا اختلف الجنس فضة بذهب فيجوز أن تدفع الفرق، أن تبيع كيف شئت، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، ولكن لا تتفرق بينكما شيء، لا بد من التقابل في المجلس. إن اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، التقابل في المجلس. جزاكم الله خيرا. يسأل في فقرة أخرى عن الوصية يقول: ما هي الوصية التي تكتب؟ وهل تكتب في حياة الإنسان أم عند مرضه؟ الوصية قسمان: وصية بما عليه من الحقوق وما له من الحقوق عند الناس فيبين ذلك، هذا أمر واجب لأن يموت تتعلق به حقوق الناس، أو تكون عنده أمانات تضيع أو عليه ديون فتضيع على أصحابه. والقسم الثاني وصية بعد الموت بجزء من ماله في أعمال البر، هذه مستحبة إذا كان عنده مال استحب له ذلك. دليل الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. دليل الحالة الثانية قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الفقرة الأخيرة يقول في سؤاله: لماذا نصيب الشيخ حفظه الله بالنسبة للوقف؟ هل هي الكتب الشرعية أم بكاتين؟ ما هي الرأي التي أود أدعوه للموقف؟ مثل أن الله سبحانه إذا كان هناك طلبة للفقراء بحاجة إلى الكتب فالأحسن أن يجعل تبرعه في كتب، وإذا كان هناك فقراء محتاجين بحاجة إلى الطعام والشراب والكسوة فإنه يجعل تبرعه لهم، ويتبع الأحوج والأكثر حاجة وينفق فيه. أحسن الله إليكم. هذا السائل علي أحمد يقول: ما هو النجش الذي ورد في الحديث: ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض؟ وما مثال ذلك يا شيخ النجش؟ النجش هو أن يجيب في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع قيمتها على الآخرين، هذا هو النجش، لأن هذا يضر بمن يريد أن يشتري السلعة، وهذا ليس له قصد بها وإنما يصومها من أجل أن يزيد على الآخرين، فهذا حرام، هذا حرام لأنه اعتداء وإضرار بالآخرين، فلا يصوم السلعة إلا من يريد شراءها. فلا يبع بعضكم على بيع بعض، إذا باع سلعة على شخص وجعل له الخيار لمدة فلا يأتي واحد يقول اتركها وأنا أبيع عليك أحسن منها، لا يجوز هذا. أخيرا يسأل فضيلة الشيخ: يقول دائما تأتيني هدايا من زملائي وأقربائي الذين درست معهم، فهذه الهدايا قد عندي بكثرة، هل الهدية تباع؟ نعم الهدية ملكك، إذا طلبتها صارت ملكا لك، فتتصرف فيها ببيع أو غيره وتنتفع بها، لكن احذر أن تكون موظفا وتأخذ من المراجعين هدايا، هذا من الرشوة التي حرمها الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو محمد يقول: أشهد الله على محبتكم ولأسئلة أريد من فضيلة الشيخ حفظه الله الإجابة عليها. السؤال الأول يقول: من مبالغ دفعتها في مساهمات كبيرة لا أعرفها، هل أزكي عليها قبل القبض أم بعد القبض والربح أم أنتظر حتى استلام ذلك؟ إذا له دراهم دفعها في مضاربات أو في أسهم فإنه يزكي رأس المال ويزكي الربح، كلما تم الحول على رأس المال يزكي رأس المال ويزكي الربح تبعا له. نعم. ومن سؤال ثاني يقول: في بعض المرات تقول سبحان ربي الأعلى بدلا من سبحان ربي العظيم أو العكس، لا يجوز أن يقول سبحان ربي الأعلى بالركوع ولا سبحان ربي العظيم بالسجود، كل حالة لها ذكر، فسبحان ربي العظيم بالركوع واجب من واجبات الصلاة، وسبحان ربي الأعلى بالسجود واجب من واجبات الصلاة، يجعل كل تسبيح في محله، فإذا عكس فإنه يكون ترك الواجب، يكون إن كان متعمدا فإنها تبطل صلاته، إن كان جاهلاً أو ناسياً إنه يجبر ذلك بسجود السهو. يقول في أيضاً من أسئلة: هل يلزم المنفرد الذي يصلي وحده هل يلزمه القراءة الجهرية في جهرية؟ نعم، الجهرية سنة، الجهر في الليل في صلاة الليل سنة، إذا فعله فهو أفضل سواء صلى وحده أو صلى إماماً بالناس. نعم. أخيرا يقول فضيلة الشيخ: ما القول الراجح في أقوال العلماء والفقهاء في صلاة الفرد خلف الصف حيث صليت عدة صلوات وحدي؟ القول الراجح أنه لا تصح صلاة الفرد خلف الصف، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فلا تصح صلاة إن كانت الصلوات التي أديتها فردا محدودة وبإمكانك قضاؤها فإنك تقضيها، أما إذا كانت كثيرة أو لا تعرف عددها فعليك بالمستقبل أن لا تصلي وحدك خلف الصف وما مضى يعفو الله عنك. سجود السهو يقول: متى يكون بعد الصلاة ومتى يكون قبل الصلاة؟ أبو محمد من جدة. السلام يعني؟ نعم، يعني سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، لكن الأفضل إن كان عن نقص في الصلاة يكون قبل السلام لأنه جبران، وإن كان عن زيادة في الصلاة فإنه الأفضل أن يكون بعد السلام لأنه ليس جبرانا للصلاة وإنما هو ترغيم للشيطان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: والدي مريض في المستشفى ولا يستطيع الحركة منذ 6 أشهر، لا يستطيع الحركة بتاتا ولا يستطيع أن يتيمم ولا يتوضأ، هل يصلي بدون وضوء وهو نائم على السرير؟ إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم فإنه يصلي على حسب حاله ولو بدون وضوء وبدون تيمم، لكن بعضهم لا يستطيع التيمم، تيمم وهو على
سريعه وهو مضطجع يضرب بيده يمسح على وجهه وكفيه، او ان احدا من الحاضرين عنده او الذين يغلبونه يلمه بالتراب، لان يضرب على وجهه على التراب ويمسح على وجه الميت وعلى كفيه. جزاكم الله خيرا. السائل من الرياض عبد الله صاد يقول: ماذا يترتب على من طلق زوجته طلقه واحده في حكم لم يجامعها فيه ويرغب في اعادتها حيث اخرجها من البيت عند اهلها، وماذا يجب عليها؟ الواقع ان هذا يحتاج الى ان يراجع المحكمه لتتحدث في الواقع، لكن من باب الفائده نقول: ان كان لم يسبق على هذه الطلقه ملقات هي الاولى او هي الثانيه فله ان يراجعها ما دامت في العده، فان خرجت من العده فله ان يعقد عليها عقدا جديدا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل عبد الله محمد يقول: فضيلة الشيخ، في الجوالات بعض المرات تخزن آيات قرآنية أو المصحف كاملا، هل قراءة القرآن من هذا الجوال بمثابة القراءة من المصحف على الأجر واحد؟ نعم، إذا كان مكتوبا في الجوال الآيات قرأ منه فلا بأس، ولكن لا يجعل هذا الجوال في أمكنة الامتحان، ما دام أن القرآن مكتوب فيها لا يدخل بها دورات المياه وقضاء الحاجة، لأن حكمها حكم المصحف لأنها آيات مكتوبة، وهو يقول أنه يمكن تسجيل كتابة المصحف كاملا في الجوال فيأخذ حكم المصحف على أن يتحفظ به وأن يبعده عن الامتحان وله أن يقرأ منه، ولكن يخرج الله لم يخرجه إلى هذا. المصاحف كثيرة وبأحجام مختلفة، منها كبير الحجم ومنها المتوسط ومنها صغير الحجم حسب الحاجة، فيأخذ معه مصحفا. أخيرا فضيلة الشيخ، سؤاله الثاني أيضا عن الجوال، يقول: كثرة النغمات الموسيقية من الجوالات في المساجد انتشر كثيرا فضيلة الشيخ، أولا بالنسبة للصلاة، هل الصلاة صحيحة وهم يسمعون هذه النغمات الموسيقية؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، ولكن ينبغي لأصحاب الجوالات إذا أرادوا أن يدخلوا المسجد أن يقفلوها إلى أن يخرجوا من المسجد، لأنها تشوش على الناس، وإذا كانت أصوات الموسيقية هذا حرام، لأن الموسيقى حرام. أم عبد الرحمن تقول: والدتي تقرأ الفاتحة في أوقات الفراغ عدة مرات مستعينة في ذلك بالحصى لكي لا تخطي في عدد مرات القراءة، ما حكم ذلك في الشريعة الإسلامية؟ لا أصل لهذا العمل، فإن قراءة الفاتحة لا تشرع إلا في الصلاة أو قراءة التلاوة مع غيرها من السور، إلا أنها تقصد وتفرد بالقراءة إنما تقرأ في الرقية، تقرأ في الرقية على المريض، وأما أنها تقرأ للبركة أو للورد فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ورد أنها تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم وفي أدبار الصلوات، هذا الذي ورد. أما الفاتحة ما ورد أنها تقرأ إلا رقية أو تقرأ في الصلاة ركن من كان الصلاة أو تقرأ للتلاوة مع غيرها من السور. أخيرا تقول: هل تنزع النزقة من الجسم إذا كان هناك على الظهر عدة نزقات وهناك حدث أكبر؟ لا تنزع ما دام يحتاج إليها فإنها تبقى إلى أن يستغني عنها ثم يقف، وإذا أراد الاغتسال أو كانت في أعضاء الوضوء فإنه يمسح عليها ويكفي مسحها عن غسل تحتها. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، ويتجدد اللقاء إن شاء الله في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.